أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، اللي راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي وقت من أوقات أو أي دقيقة من دقائق البرنامج على واحد من ذني الأرقام حتى تعطونا آراءكم بالمواضيع اللي إحنا راح نطرحها عليكم واللي أصلا أنتم مصوريها وناشريها على المواقع، أو بالمواضيع اللي أنتم تردون تحجون بها. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا هو ملف انتخابات مجالس المحافظات واستغلال اللي يسمون نفسهم سياسيين لأي محفل بالعراق من أجل الترويج لهم والقوائمهم. اليوم قضية إطلاق النار داخل ملعب كربلاء القديم بعدها تتصدر منصات التواصل الاجتماعي. هذا الشيء اللي صار وراء ما نشب شجار في أثناء حفل انتخابي لزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي. شهود عيان قالوا أنه فعاليات الحفل تأخرت وراء سلسلة من الإجراءات الأمنية المعقدة اللي فرضوها أفراد حماية المالكي، وأنه بعض الحاضرين رفضوا استغلال المحافل الرياضية ونزلوا على أثر هذا الشيء إلى أرضية الملعب. وراء هذا الشيء صارت مشادات بينهم وبين أفراد الحماية، تطورت هاي المشادات إلى شجار عنيف. مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت بنحو واسع شجار عنيف على أرضية ملعب كربلاء القديم قبيل وصول المالكي إلى حفلة الانتخابي. خلونا نشوف اللي صار. هاي واحدة من المقاطع اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. المفارقة انه هذا الملعب، ملعب كربلاء القديم، كان مغلق بسبب اعمال التأهيل والتطوير، ولاحظوا الساحة لا تصلح لإجراء ألعاب كرة قدم عليها. لكن بالرغم من كل هذا، الحفل الانتخابي أقيم على أرضية الملعب. ناشطين من كربلاء أكدوا وجود عمليات اعتقال وتغييب لعدد من شباب المدينة ممن رفضوا استغلال أموال الدولة والمال العام لأغراض الدعاية الانتخابية، وطالبوا الناشطين بمعرفة مصير المغيبين منهم وراء تقريبا 24 ساعة على اعتقالهم. خلونا نشوف هاي المناشدة من أحد الناشطين حول من جرى اعتقالهم بالملعب قبل استعراض التعليقات. خلونا نسمع هذا الصرح الحكومي او هذا الصرح الوطني، ملعب كربلاء الدولي لكل العراقيين، هذا يمثل العراق اليوم. ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي استغلوا هذا الصرح الكبير اللي يخص كل العراقيين، استغلوه انتخابيا لخطبة انتخابية لزعيمهم نور المالكي داخل هذا الملعب اخوان. لكن اللي حصل هسه استغلال المال العام واستغلال مقدرات الدوله، اوكي خلصنا منها. لكن اللي حصل هناك اعتقال اكثر او عشرات الشباب بسبب رفضهم لزياره الملك. هؤلاء الشباب طبعا غيبوا، هاي فيديوهات مثل ما تشاهدون اخوان اللي تظهر امامكم، ملاحقات واعتقالات بالجملة على الشباب الرافضين لزيارة زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي إلى كربلاء. حقيقة هؤلاء شباب جميعهم من كربلاء، لكن الجماهير التي جاءت مع نور المالكي هي يعني ليس من كربلاء، جاءت بمنشآت حسب شهود عيان. يعني الاعتقالات بالجملة، أهالي الشباب، أهالي المعتقلين يطالبون بإطلاق سراح هؤلاء الشباب الذين غيبوا. لا نعلم من اعتقل هؤلاء الشباب، هي قوات حقيقة ترتدي الزي الأسود جاءت مع المالكي.
يعني من المتعارف عليه لما تكون اكو لعبه كره قدم في احد الملاعب او الاستادات، هي مو من الشرط انه بس اولاد المدينه يحضرون، لا، اكو مشجعين من مدن اخرى يزورون، واكو مشجعين رافضين من باقي المحافظات العراقيه. فما من المفترض ان تدخل الرياضه بالسياسه، لانه انت دا تحارب مو محافظه او ابناء محافظه، او دا توجه محافظه او ابناء محافظه، انت هنا دا تصير ويا الكل، ويا العراق من شماله الى جنوبه. اضافه الى ذلك، ليش هذا الاستغلال المج الى هذه، او الفج الى هذه المناسبات والمحافل؟ يعني الرياضه هي شيء للترفيه عن النفس، تجمع الناس. وتذكروا 2007 عز دين الطائفيه، فاز العراق بكاس اسيا، انجمعوا العراقيين بهذا الفرح كله من شماله الى جنوبه. فليش احنا ندخلها؟ والسؤال لهنا، ليش نور المالكي دخلها؟ وليش الملعب ينفتح الخاطر عيون المالكي هو بعده بصيانه؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من نغم أزهار البتول: كل شيء يفرض بلغة التهديد والوعيد، باطل ولكن يكون له شرعية مهما تسلق وتسلط. إدارة الشعب المغيبة لا يمثلها ما يتجمعون مقابل أجر بخس يبيعون به أصواتهم. ياسر سليم: دعاية انتخابية داخل مؤسسات الدولة وين صايرة هاي؟ وفرحان أبو محمد: عافية المالكي، بس المشاكل وراء والخراب صار 20 سنة. أحمد العراقي: هذا تجمع 4 محافظات وهذا العدد الهزيل وفوقها صارت مشكلة، عمي كافي، اعتزلوا السياسة وتقبلوا أنكم فشلتوا، والله فشل عليكم. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية ورفضهم لاستغلال المحافل المختلفة في العراق. إضافة إلى ذلك، استغلال مؤسسات ومباني تابعة إلى الدولة هو يعتبر استغلال للمال العام، وأتصور بالدستور والقانون أكو مادة تجرم استغلال المال العام، لكن على من تفعل هاي المادة وضد من، ضد منو يوقفوها ويجمدوها؟ هنا لازم نفكر. لكن من المفترض أن يكون القانون فوق الجميع، وأولهم السياسيين. نروح إلى قضية ثانية من اللي صارت بالعراق، وهي واحدة من التظاهرات اللي مدى توقف واللي حكينا عليها هواية، لكن اليوم راح نخص محافظة معينة أو تظاهرة لهؤلاء الطبقة أو لهذه الطبقة من المتظاهرين أو لهذه الشريحة فقط في محافظة القادسية. أكو تظاهرة بالقادسية للمحاضرين والإداريين المجانيين اللي الآن يعرفون باسم ملحق تربية محافظة القادسية. هاي التظاهرة تحولت إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب أمام مبنى مديرية التربية، واستخدمت قوات مكافحة الشغب قنابل الدخان والغاز لتفريق المتظاهرين. اللي صار في القادسية اليوم هذا. هذا اللي صار اليوم في محافظة القادسية. لكن أكو صور ثانية نشرت بينت استخدام القوات الحكومية العنف الغير مبرر وبشكل مفرط ضد المتظاهرين. فلشت خيام الاعتصام، فرقتهم، وما استثنت هاي القوات بقمعها لا تدريسي ولا تدريسية، ما فرقت بين رجال ومرأة، ما فرقت بين شاب وفتاة، واعتدت عليهم بالضرب وأصابت عدد منهم بجروح متفاوتة. اللي صار، المتظاهرون أغلقوا مبنى التربية بوقت سابق احتجاجا على عدم تعيينهم على الملاك الدائم، وقالوا منظمي التظاهرة أنه مسؤولين بالمحافظة أبلغوهم أنه أسماءهم سقطت سهوا من قوائم التعيين. شلون يعني سقطت سهوا؟ هاي ما حد يعرف، ما شايف دوائر
دولة بها شيء اسمه سقط سهوا. إذا وقع من موظف أكو قسم للمتابعة، وإذا وقع من الثاني أكو رئيس قسم ما يوقع من عنده. فشلون سقط سهوا؟ هاي ما راح نحكي بيها. لكن أكو اتهامات إنه الوظائف انباعت وتوزعت بين المتنفذين وبين اللي عندهم فلوس وسلطة حتى يستغلوها لأغراض انتخابية. خلونا نشوف. عماد على كيفك، امشي عليك الاسد، نتقاصم البنات تريدون نتقاصم البنات نواف. رساله الى كل منتسب، يا اخي اللي طالع ده الظاهر ترى منك وبيك، واللي طالع ده الظاهر ترى عراقي، عراقي بالدم بالانتماء، واللي طالع ده الظاهر ما طالع ده يتونس، هو طالع لاجل حق من حقوقه، هو طالع لانه اجى واحد ضحك عليه وقال له اسمك سقط سهوا بالتعيينات. شلون سقط سهوا؟ ما حد يحكي، ما راح نحكي بها همينه، بس هو منك وبيك. اذا انت خايف على مصالح البلاد وخايف لا تتعطل امور بالبلاد، خليهم يتظاهرون بدون تعطيل مصالح البلاد. اما الضرب والاهانه والعنف هاي ما مطلوبه، لكن هاي البصمة حكينا عليها ببرنامج صوتكم دائما، بصمة القوات الأمنية في أي تظاهرة تصير بالعراق. ولاحظوا المتظاهرين دائما سلميين والقوات الأمنية جاية بسلاحها، المتظاهرين دائما يطالبون بحقوق والقوات الأمنية تجي تثنيهم عن حقوقهم، والمتظاهرين دائما يطلعون يقول لك أريد كهرباء، أريد ماء، أريد تعيين، أريد تعدي سلم رواتب، أريد تخلصوني من الروتين بالدوائر الحكومية، أريد 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 رعاية، أريد الأبرياء يطلعون من السجون. ماذا يطالبون بشيء غلط، والقوات الأمنية تجي تقولهم أنت تطالبون به، هذا مو حق من حقوقكم. عندنا انتقاد من مشاركين بالتظاهرة، انتقدوا القوات الحكومية واستخدامهم العصي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. واحدة من المشاركات شايلة قنبلة غاز خلال استخدامها ضدهم في فصل جديد من فصول العنف ضد من يطالب بحقه بالعراق، وبسط استغرابه من التعامل الأمني ويا مطالب سلمية لتربويين سلميين عزل دا يطالبون فقط بالإنصاف. خلونا نسمع. الناس لما شافت هاي الفيديوهات وشافت طريقة تعامل القوات الأمنية ويا منو، ويا محاضر وتدريسي يسهم هذا الشخص في تربية أجيال وتخريج أجيال ويسهم في بناء المستقبل. التدريسي في كل بلدان العالم هو الشخص اللي عنده اللبنة الأساس لبناء المستقبل. اليوم التدريسي بالعراق بدل ما يحترم يتم التعامل وياه بهذه الطريقة. الناس لما شافت هذا التعامل علقت على هاي الفيديوهات. مصطفى جابر يقول حسبي الله ونعم الوكيل على حكومة أحزاب فاسدة تتحكم بالعراق وتقمع أصحاب الشهادات السلميين. صار سنة يتظاهرون
بدون حلول. أحمد السراي: ناس تدور حقها ليش تعتدون عليهم؟ والله لازم دعوة قضائية ضد المنتسبين المعتدين. محمد العبادي: الضابط من يتخرج من كلية عسكرية يحس بنفسه ابن الوطن، بس من يجيبونه من الشارع ومن السجون وينطونا رتبة دمج أتوقع كل شيء يطلع منه تربية أحزاب مو تربية وطن. أحمد العراقي: حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. هسا نريد نفتهم من المستفاد من هاي الفوضى؟ شباب أعينها وخلص، ليش وشنو الغاية من الفوضى؟ هذا كان تعليق أحمد العراقي. لكن محمد العبادي قال كلمة، يقول الضابط من يتخرج من كلية عسكرية يحس نفسه ابن الوطن، بس لما تعطي رتبة دمج من حزب فلا، لا تستغرب من فعل شيء. فعليا المدرسة هي جزء من التربية، والجامعة كذلك، وأيضا الكليات في مختلف صنوفها ومن ضمنها الكلية العسكرية. واحدة من أساسيات الجندي أو المنتسب هو الحفاظ على أمن البلد، والحفاظ على سيادة البلد، والحفاظ على مقدرات البلد، والحفاظ على كل شيء. لكن اللي دا يصير اليوم بالعراق أن المواطن دا يشوف نفسه أنه هو مواطن ابن هذا البلد، اللي السياسي كاتل نفسه بالمحافل الانتخابية وراء هذا المواطن انتخبني. ولما يطلع المواطن ويقول أنا تعبان في باب معين من أبواب الحياة يقمع. لما يطلع المواطن ويقول أنا أريد حقي في جانب من جوانب الحياة يضرب. لما يطلع المواطن ويقول أنا أريد حقي في عيش كريم ببلدي يضرب ويهان ويتصوب ويغيب. لكن لما يصير محفل انتخابي المواطن كريم وكلها تركض وراء، كلها تركض وراء بمولدات وأرصفة تنصبغ وشوارع تتبلط وفلوس، وبيهم اللي يوزع دجاج وبطانيات وصوبات، وبيهم اللي يضحك على عقول بعض الناس ويقولهم أنا طلعت لكم رواتب رعاية اجتماعية، واني طلعت لكم تقاعد، واني طلعت اسمكم بالتعيينات الجديدة، بس في سبيل أنه يروح هذا المواطن ويبصم إلى سياسي من قائمة ما أو سياسي من قائمة أخرى. أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم، اعتقاء حماية المالكي أو غيره على التدريسيين عند قيامهم بإحدى المظاهرات، هذا هو نهج، وهذا هو حقهم وهمجيتهم على كل شيء تربوي وعلى كل مستوى علمي. الحكومة إذا تكونت من العصابات تغضب وتغار وتحسد كل صاحب علم وكل صاحب منصب وكل صاحب اختصاص. لماذا؟ لأنها حكومة تشكلت من العصابات وعلى السرقة وعلى الصعود على أكتاف الأبرياء وعلى أكتاف المظلومين. المدرس أو المعلم في المجتمع هو حقيقة هو مرب للأجيال وهو بان للأجيال، فإن الأمة والبلد يتطور ويتربى ويزدهر بوجود هؤلاء التربويين وبالاهتمام بهم. أما احتقارهم فهذا يؤدي إلى إفساد البلد ويؤدي إلى تأخر البلد، وهذا هو هدف هذه الحكومة البليشياوية. يا سيد الكريم، لا اختصاص ولا مستوى علمي ينفع مع هؤلاء. لماذا؟ لأنهم أتوا ليهدموا. هذه حكومة احتلال. أقول لهذه الحكومة المحتلة: كفى بكاء على دماء أهل غزة، اتركوا المناطق المحتلة كجرف الصخر وغيرها، واعطوا حقوق المظلومين في بلادكم، ثم تكلموا عن حقوق غزة. وشكرا للبرنامج. شكرا لك أبو سمية. أحمد من بابل حياك الله. عيون السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صح حبيبي أستاذ؟ هلا بيك يا الغالي، تفضل. أنا أحمد من محافظة بابل. حياك الله. أستاذ إحنا ملينا، نفسيتنا تعبنا، صوت يوصل للسوداني. زين. محمد الشياع السوداني. أمانة برقبتكم وتوصلون على رسالة أنا. ما دام طلعت وصل اعتبره، قول. على رأس أستاذ، إحنا ملينا عن الشباب، لا تعيينات لا شغل، يعني نفسيتنا تعبت حيل.
نعم. يا ولي تعلم النواب مجلس محافظ احنا حنعينكم وراح نعينكم وكل شيء ماكو، ولحد الان نركض والعشاء خباز، نريد من عندهم من الله واهل البيت، نريد شغله، نريد تعيين، نريد على اي شغله. ملينا والله ملينا. نعم. اي والله نريد يا عمي بس خلي يصد لنا للشباب، احنا يا الشباب يعني ملينا، شو نسوي بعد؟ والله ملينا، انا نفسي بتعبت، شلون انت حورك في نفسي والقران مليت. نعم. نريد من عنده بس خلي يشوف لنا شغله، اي يعني اي شغله من عنده بس يعني يصددنا على هالمعامل، يشغلون هالمعامل المصانع، اي شغله يشتغل بيهن. نعم. حياك الله اخ احمد. يعني الاخ احمد طلب طلب واضح، ويقول احنا نريد نوصل رساله الى محمد الشيع السوداني رئيس حكومه الاطار التنسيقي الموالي لايران، ويقول احنا كل شيء ما نريد، احنا نريد اي شغله نشتغل حتى نقدر نعيش ونحسن مستقبلنا. وهذا طموح اي شاب، خصوصا الخريج اللي تعب على نفسه ودخل جامعه ودرس وكمل وطلع وتخرج وبيده شهاده، وعنده امل انه يشتغل بشهادته ويكون نفسه وبيته واسرته وتمشي الحياه. تحولت سياسه الافلات من العقاب الى ظاهره متجذره كرستها منه الميليشيات بالعراق عبر تقديم الدعم والحمايه للجنات والقتله المرتبطين بهم وتوفير الحمايه لهم والحقول من دون تعرضهم الى اي مساءله قانونيه او ملاحقه. بهذا السياق ناشد شقيق الموظف الحكومي أكرم ماهر لحسيناوي اللي تم اغتياله وراء ما كشف ملفات فساد بمشاريع مناطق شرق القناة تتعلق بشخصيات مرتبطة بالتيار الصدري، وناشد زعيم التيار مقتدى الصدر حتى يبين لنا موقفه من هؤلاء المتورطين بتصفية شقيقة وراء تقريبا أسبوعين على مقتله وعدم قدرة القوات الأمنية على اعتقالهم كونهم مدعومين من سرايا السلام. خلونا نشوف هذا الفيديو. سيد مقتدى هو هذا يدعي من اتباعك يقول انا بالتيار الصدري ما قدمت موقف انه مو انه هذا القاتل عادل كاظم الساعدي، اذا الكم شكتتكم يعني الكم، واذا لا والله مو الكم بينوا موقف، نزلوا بيان بيه تبريه. هاي وحده. اثنين جاي يحتمي ببيت حسن الكعبي، حسن الكعبي بيته بالكرادة وهو جاي بات عنده، هو القاتل هو واخوته. هسا هذا الحكي انتم ما تستندون عليه، اكو امن وطني، اكو استخبارات، اكو داخلية، اكو جهات هواي امنية، هاي الجهات الامنية خل هي تروح هسا البيت حسن الكعبي تعيد الكاميرات، اذا مثلا يشوف الفيديو وينهزم عيدوا الكاميرات، شوفوا طبته وطلعته، وهذا بيت حسن الكعبي. زين انت حسن الكعبي شنو دورك انت بالموضوع؟ انت مستر على القاتل؟ هاي وحده. اثنين انت امين بغداد، امين بغداد انت قاتل، عندك معاون بلدي مدير بلديه الغدير تعطيه اجازه شهر، اذا انت هم مشترك وياه. وزير الداخليه هم شنو اجراءك؟ تعتقل من اهل المقتول والقتلة بالشارع، ما ادري سبحان الله شلون دولة، وين واحد يطوجها وين يسولف؟ اكو بعض الناس ما راح يعرفون شنو القضية من المغدور، لذلك وراء ما انتشر هذا الفيديو نشروا ذوي المغدور صور التقطتها كاميرات المراقبة للحظة تصفية ابنهم من قبل مجموعة مسلحة يقودها اشخاص معروفون بالانتماء للتيار الصدري من دون ان يبدي الاخير اي موقف من العمليه، ودون ان تتحرك السلطات الحكوميه لاعتقالهم حتى اللحظه، بمشهد يبين حجم استهانه الحكومه والميليشيات بارواح العراقيين وغياب الرادع القانوني لمثل هذه الجرائم. خلونا نشوف قبل ان نستعرض التعليقات. هذا منو هذا؟ مروان اول واحد. يعني تعرفه يعني؟ ايه. بس اخ عادل. شوف ابغى له جو. شوف. العمال هذا منو هذا؟ العمال. هذا رجال منين؟
هذا اخوه، هذا علاوي اخو عادل. هذا متشاف علاوي؟ هذا علاوي. نعم علاوي هذا. شوف قاعد تتابع السيارة. مروان راح قلت له ضل جوا سمين. براحتك. مروان السمين ابو الاسود. هذا علاوي. علاوي اخو عادل. هذا ما اعرفه، هذا مروان. هذا مروان؟ هذا مروان. هذا مروان شرطي. وين؟ حماية مشاة. وين بيا قاطر؟ لا واضح شكله. اي واضح مروان. شرطي بحماية المنشآت؟ شنو حماية المنشآت؟ صاروا لجان اغتيالات؟ شرطي يعني منتسب لوزارة الداخلية، والسلاح أكيد سلاح للدولة. لا والحلو بالفيديو أنه جايب لك أسماء وصور، والصور ما متغطاية. قبل كم يوم طلعنا قضية اغتيال محامي بمكتبة، واللي اغتالوه طعنا بالسكانين وسكاكين وجوههم مبينة. اليوم موظف وجوههم مبينة، الأسماء معروفة، أهل المنطقة يعرفوهم، الفيديوهات كاملة، بس القاضي ما يشتغل. القاضي توقف يم القضية. ليش؟ لأنه ذولا يتبعون جهة معينة، كائن من تكون هاي الجهة. بس ليش؟ هذا البلد اللي عمره آلاف السنين، هذا البلد اللي علم العالم القراية والكتابة، هذا البلد اللي نزلت به أول تشريعات، هذا البلد اللي به قوانين من زمن حامورابي. ليش هيك حالنا؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. وأول موضوع ويانا سامر الشاعر يقول، أو أول تعليق: ميليشيات قذرة تايها بلا رقيب، وما خفية كان أعظم. أبو أديان البصري: مافيات خطية العراقيين أصبحوا تحت أيادي، قلوبهم قاسية وأيديهم ضاربة. نزار العراقي: هذه حقيقة مقتدى وأتباعه، دمروا العراق وشعبه ونهبوا ثرواته. عمر صالح جاسم: العراق أصبح غابة تجول فيها الوحوش لافتراس الضعفاء، يعني قانون الغاب هو السائد. واللي ما يعرف شنو يعني قانون الغاب، هو أن يأكل القوي الضعيف. حيدر من البصرة، حياك الله يا حيدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحيات الأستاذ محمد، إن شاء الله طيب. حياك الله أخوي. أنا مع حيدر البصراوي. والنعم منك ومن أهالي البصرة، تفضل. الله يحفظك. والله ما حرامية، الحرامية ما عاد يبغى، بس إن شاء الله رب العالمين يحكم واحد واحد إن شاء الله. من مالكي، من السوداني، من الخزعلي، كلهم حرامية، كلهم حرامية. باقوا البلد، دمروا البلد. كان بالعراق كله جوعان وفوق وناس فقراء، بس رب العالمين إن شاء الله ينتقم منهم إن شاء الله. قاسد مين الحرامية؟ مشالة، كلهم مشالة، ما بين مع الشريف. والله العظيم كلهم حرامية، وكلهم كلهم فاقدين وسفلين. نعم أسفل السافلين موري، والله العظيم أسفل السافلين. نعم. وتحياتنا لك يا طيب، شكرا جزيلا. حياك الله، حياك الله حيدر، شكرا لك. أبو علي من الديوانية، حياك الله يا أبو علي. حيا حيرك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الإصلاح شو يسوون؟ هذا اللي يدعون للإصلاح. نعم. هذا لا سلم، هذول شو يسوون بينا؟ أبغى ننزل من المالك والسودان علينا. نعم. اللي يطلعون مظاهرات الموظفين بالديوانية، المعلمين. نعم. المعلم يطلع يتخرج يدرس 10 سنوات، يطلع آخر شيء يتحين مدارس أهلية يعطونه 150 بالشهر. نعم. 150 فلوس للأطفال للمدرسة ما يكفن. نعم. وثاني شيء يطلعون مظاهرات بالديوانية، والموظف بالديوانية نقدر نحكي وياه، يلا طلعوا المظاهرات على الدولة. نعم. والموظف يقدر واحد يحكي وياه. نعم. تظل الديوانية بس سلب ونهب. السودان الناشدة، الناشد الدول، ماكو كل الناشدة من المسؤولين. الله وكلك، ولا واحد يفتح دانا ولا منتبهين. احنا مو بشر. نعم. احنا بالجنوب مو بشر، لان لو بشر ما حكمتنا هاي الحيوانات. عشان سامع، والله حيوانات لو بشر ما حكمونا، بس احنا مو بشر، حيوانات. يعرفنا التيار والإطار، يعرفنا احنا للجنوب ناس فخرة، ولونا ولي من هذا ولي مخالفة.
والله لو بشر بلا حكمونا، بس ما على سبعنا حيوانات طلعنا. حشاك حشاك أبو علي، حشاك وحشى العراقيين. شكرا لك أبو علي. أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة أنه نفذت مذكرة قبض صادرة بحق 5 مسؤولين بفرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة إلى وزارة التجارة بتهمة الإضرار بالمال العام. دائرة التحقيقات بالهيئة أفادت أن العملية اللي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية بمحافظة ذقار وتنفيذ أمر القبض والتحري الصادر بحق كل من مدير الشركة العامة لتجارة فرع المحافظة المواد الغذائية ومدير دائرة الرقابة التجارية بها، إضافة عن مسؤول السيطرة النوعية وعضو اللجنة من الرقابة التجارية والمالية وأمين المخزن، وكل هذا الشيء على خلفية تهمة الإضرار العمد بمصالح الجهة التي يشتغلون بها. هاي العملية كلها جت وراء ضغط شعبي من مواطنين أو نشطاء مارسو في ذيقار لما نشروا مقاطع مصورة حول مادة الرز الموزعة ضمن الحصة التموينية أو البطاقة التموينية لهالشهر، قبل وبمحاولة لحفظ ماء الوجه بعد أن فضحت هذه المقاطع زيف الادعاء الحكومي بتحسين مفردات البطاقة التموينية. عندنا شهادة وثقها لنا أحد الناشطين من محافظة ذيقار يبين لكم حال مادة الرز الموزعة لهذا الشهر. خلونا نشوف. الخيشة العفنة لا تسول بيها، شوف القمر هذا على أساس محفرينه ورجعوه، وهذا الدود، هذا القمر، هذا القمر بابا، الخيال وخرة، الخيال مالتك. شوف تعال، شوف تعال، هاي وحدة، شوف شوف، احنا عمي بشر، خاف واحد يخاف دولة ويقول دولة ذبني بالسجن؟ لا عمي، اطالب عن حقي لو بطن الحوت وعلي. هذا قمر، هذا علف للحيوان والحيوان ما ياكله. ها اشتكي على وزير التجارة وعلى الجاب وزير التجارة. تعال تعال، هاي شنو هاي؟ هاي ياكلها البشر؟ يبدو أن الحكومة تحاول أن تذر الرماد بالعيون لما أعلنت ملاحقة 5 مسؤولين فقط وراء فضيحة توزيع الرز، وكان الموضوع يقتصر بمحافظة ذيقار بحدها، لكن أكو صور ثانية من محافظات ثانية خصوصا اللي انبثت في حلقات عديدة من صوتكم خلال الأشهر الأخيرة واللي بينت بها هاي الفيديوهات فساد مادة الرز الموزعة على المواطنين والمليئة بالديدان، وما تخلو محافظة من الرز العفن اللي يوزع بشكل دوري على المواطنين. إذا كانت هاي بذيقار وهم حاسبوا 5 من ذيقار، تعالوا نشوف بواسط وراح نشوف سوية حال مادة الرز، عذرا من الكلمة المعفنة والغير صالحة للاستهلاك البشري. السلام عليكم، تعال شوف هذا تمين ضربكم بالحسين، هذا الحيوان الحجر نقص بكيلوين ونهم نقص بكيلوين هو أستعشى. تصورها قرب قرب العفونة يبي لك يلعب براس هذا الحيوان ما ياكل. شلون تطون للبشر هذا؟ شوف تعال شوف، تعال صورنا، تعال صور، تعال صور، شوف شوفوا العفونة. سمسمية، سمسمية، هاي مو تمن، يا دولة هاي عمي، يوم تاريخ الانتهاء 25 ليال، هذا تمن يا شاهد، الله شاهد هذا الحيوان ما ياكل. شوفوا الوزن مالته، الوزن، شوفوا الوزن المطلوب 50 كيلو، هذا ايش قد هسه؟ هذا 47، هذا 47. يعني على الرغم انه عيني وزير التجاره، على الرغم انه اكو فيديوهات هوايه حكت على الوزن اللي مثلا هاي الجونيه ناقصه كيلو وين و200 غرام، لكن حتى المعفن اللي تجيبوه تطول المواطنين بالبطاقه التموينيه تبوقوا زي شو تسوون بي؟ سؤال ينطر، شو تسوون بي تنقصون من وزنه؟ بعدين ليش ماكو امكانيه انه العراق يستورد رز؟ سؤال. إضافة إلى ذلك كانت أكو مزارع زاخرة بالعراق مثلا المشخاب بالتمن، ما نقولكم يا بجيبولنا تمن عنبر درجة أولى، بس نشطوا زراعة الشلب والرز ودعموا الفلاح العراقي ووزعوها على الناس. ليش تجيبون
معفن ومستورد. ويا ترى من المستفيد؟ وهاي المواد من وين دا تستوردوها؟ والمحاسبة ما تجي على خمسة بس، المحاسبة بتبدي من الوزارة للوكلاء، أو تبدون بالعكس حتى تعرفون الخلل منين. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من حسين علي على فيسبوك: فعلا المواد نوعية رديئة جدا وبسعر خيالي على الدولة. أبو عباس الكربلائي: هذا يكلف الدولة الكيلو 1350 دينار، لو ينطون مبلغ بمكان الغذائية مو أحسن؟ بس هم حرامية ويشتغلون بكيفهم، ماكو رقيب. أبو رضا العراقي: والله هسه فتحت الجونية ردنا نطبخ منه طلع متروس قمل. ودكتور عبد الله صالح الجميلي: المواد الغذائية التي توزعها وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة التموينية لا تصلح للاستهلاك البشري منذ عام 2003، جميع العراقيين يعرفون ذلك، وفي الإعلام عليها انتقاد كبير. كان هذا تعليق الناس على قضية مفردات البطاقة التموينية الرادية. ما اختلفت المسوغات والمزاعم اللي دا يقولها رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو عن ذيج اللي قادت إلى حرب احتلال العراق قبل 20 سنة. خلت لما انطلع وبشر جورج بوش الابن وتوني بلير بوعد ديمقراطي مزدهر سينعم به العراقيين، قبل أن تكشف الوقائع والنتائج الكارثية، كذب وزيف الكذب الذي سوقه قادة الاحتلال واللي دا يعيشوا العراقيين وراء 20 سنة من الاحتلال الغاشم خير دليل. خلونا نشوف سوية مادة أنتجها قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين الفضائية حول هذه المزاعم الكاذبة للحربين في غزة والعراق والمقارنة فيما بينهما. We will defeat Hamas. We will dismantle Hamas. We will offer the people of Gaza and the entire peoples of the Middle East a real future, a future of promise and hope. We will help you. You will be free. Free to build a better life. Free to pursue economic prosperity. And I assure every citizen of Iraq, your nation will soon be free. That a new and better future beckons for the people of Iraq. And then we will work with you to build the peaceful, prosperous Iraq, free to express your views. We cannot give up on peace. Palestinians equally deserve to live in safe, dignity, and peace. لا يمكننا التنازل عن السلام. يا الله، ما أجمل السلام اللي تسوقه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. ما أجمل السلام اللي يحجون به والحرية وننعم بالديمقراطية اللي قالها جورج بوش الابن وتوني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة في تلك الفترة. ما أجملهن لما نشوفون حال العراق. نعم، العراق اليوم خالي من كل شيء جميل. العراق كان بلد مؤسسات واليوم بلد لا مؤسسات. العراق كان بلد فيه قانون واليوم بلد بلا قانون. العراق كان بلد فيه سيادة واليوم بلد بلا سيادة. العراق كان بلد بجيش يحترم، اليوم الجيش يضرب بالشعب. العراق كان بشرطة تقدر تسيطر على البلد، اليوم الشرطة حالها من عدم واحد. العراق كانت نسبة تعاطي المخدرات صفر، اليوم نسبة تعاطي المخدرات ما شاء الله. العراق كانت نسبة الأمية صفر، اليوم نسبة الأمية أكثر من نصف الشعب العراقي. العراق كانت نسبة الفقر ضئيلة جداً بالنسبة إلى نسبة الفقر اليوم، في وقت كان محاصر لمدة 13 سنة، فما بالك بالوعود اللي ديسوقوها. لا يمكننا التنازل عن السلام، ونتنياهو يطلع ويقول في حال أفضل لشعوب الشرق الأوسط كلها. ما شاء الله، أنتوا قالوا طالبوا مدونين باستخدام النفط كسلاح من أجل الضغط على الولايات المتحدة والدول الأوروبية للتدخل لوقف هجمات الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وهي مو أول مرة تم استخدامه سابقا. وحثوا المدونين الحكومات العربية والإسلامية وبمقدمتها حكومة الإطار التنسيقي بالعراق واللي تدعي تبني مشروع المقاومة في استخدام سلاح النفط بهدف تشكيل ضغط حقيقي على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى من يقف مع
الكيان الصهيوني من الدول الأخرى بدلا من الشعارات الرنانة اللي لا تسمن ولا تغني من جوع على حد وصفهم. وأضافوا المدونين أن السلاح الاقتصادي هو الأقوى إذا ما تم تفعيله حاليا لتأكيد الوقوف مع الشعب الفلسطيني المظلوم في ظل العجز والتخاذل الرسمي عن استخدام القوى العسكرية في وجه من تسمي نفسها إسرائيل بالوقت الراهن. خلونا نستعرض عدد من التغريدات على منصة إكس على وسم مع وقف تصدير النفط العربي. حيدر يقول: أوروبا والولايات المتحدة من الدول الصناعية الكبرى، لك أن تعلم أن جميع مصانعها تعمل بطاقة النفط العربي، فإن الضغط بورقة النفط وإيقاف تصديره قد يغير المعادلة لصالح العرب وغزة تحديدا وإيقاف الإبادة الجماعية لغزة. علي: العرب قادرين على إركاع كل دول الغرب بوقف تصدير النفط وبدون أي حرب. ولينا سينيوريتا تقول: ورب العزة سكوتكم عما يحصل من مجازر في فلسطين سيأتي يوم وتدفعون ثمنه عندما تدور الدنيا وتشربوا من نفس الكأس. وأحمد يقول: خلوا موقفكم واقعي وليس إعلامي يا خوانة. كل هاي التغريدات وغيرها والمنشورات على هاشتاغ مع وقف تصدير النفط العربي على منصة إكس اليوم. مشاهدينا الكرام، علما أنه العرب استخدموا هذا السلاح فيما سبق، واستخدموا هذا السلاح لأجل فلسطين في السابق، وروحوا دوروا راح تلقون أنه العالم العربي والإسلامي وخصوصا منظمة أوبك لتصدير النفط استخدم السلاح تصدير النفط فيما سبق، وهنالك حراكات كانت لوزراء أمريكان بالذهاب إلى دول منظمة تصدير النفط أوبك من ضمنها المملكة العربية السعودية والعراق وغيرها من أجل فتح أنابيب النفط أمام الغرب، وكانت فعالة في تلك الوقت. فالناس دا تنظر إلى هذا الأمر وتقول حاولوا بكل جهد، لأنه الحكومات ما دا تسوي شيء. إذا أنتم ما قادرين تحاربون عسكريا وما عندكم المقدرة أن تدخلون في حرب عسكرية، كونوا على مقدرة في إعانة شعب غزة. إضافة أنه لازم نحكي ونقول أنه شعب غزة انظلم، هو محبوس في أكبر سجن بالعالم وترتكب بحق المجازر، والغرب يروج على أن أهالي غزة هم الإرهابيين، ترتكب بحقهم كافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان والطفل والمرأة وكل شيء، والعالم الغربي يروج لهم على أنهم هم الإرهابيين، لا ينظر إلى أنه من يقوم بهذه المجازر هو الإرهابي، هو المتسلط على الأرض، هو المتسلط على المكان، هو المحتل لهذا المكان. كل دول العالم تنظر إلى الفلسطيني بأنه شخص مو صاحب حق بهذا البلد، واليهودي في الكيان الصهيوني هو صاحب الحق الأكبر بهذا البلد، علما أنه هو الدخيل. كل دول العالم تروج على أنه الفلسطيني هو المخرب، في وقت أكو فيديوهات هواية انتشرت وعلى قناتنا لتخريب الكيان الصهيوني لمنازل الفلسطينيين، مو بس بغزة، في كافة الأراضي الفلسطينية. هذا كلها ما ينظروا لها، بس ينظرون لما يحجون اليهود بالهولوكوست، واللي دا يفعلوه بغزة اليوم أكبر من محرقة الهولوكوست. وأكو أفلام هوليوودية وأكو أفلام أجنبية مثلت وانتجت ونشرت على قنوات التلفزيون لترويج قضية محرقة اليهود للعالم كله، وأصبح العالم كله متعاطف مع هذه القضية. لكن المجازر الفلسطينية من 48 لليوم ما لقينا واحد من الغرب تعاطف وياها، ومع الأسف فلسطين منا وبينا، والأخوة بس ملتهين بالشجب والاستنكار والاجتماعات. والسؤال اللي يطرح إلى قادة العرب: ما الذي قدمه الشجب والاستنكار للقضية الفلسطينية من سنة 48 إلى هذه اللحظة؟ ولماذا السكوت في هذه اللحظة؟ واليوم القضية تحولت وكبرت، أكو شعب يباد وأطفال أبيدوا ومستشفيات ضربت، لكن ما حد يعرف. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما موجود يعني بحلقة صوتكم لهذا المساء. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بمواضيع جديدة، بحلقة صوتكم جديدة،
باكر بإذن الله بنفس الموعد. انتظروني، في أمان الله.